الله الرحمن الرحيم. كان بلغ السلام ديالي لكل جمهور رياضي القنيطري والعرباوي بصفه عامه. بغيت نوصل لكم واحد الرساله اخواني واخواتي الرياضيين. النادي القنيطري عايش في واحد الورطه قانونيه كبيره بزاف بزاف بزاف، ولازم نلقاو الحلول باش النادي القنيطري يستمر في المسيره ديالو الكرويه هذا الموسم ان شاء الله على صواب. فالنادي القنيطري مع استشاره الناس القانونيين والناس في الجامعه وفي الشبيبه والرياضه وعلى ما اظن حتى الناس ديال السلطه راه ما جاهلينش قله القانون في بالنسبه للنادي القنيطري. يعني في النادي القنيطري بصحه العبره في ورطه غير قانونيه، ولازم نلقاو الحلول ونحطوا النادي القنيطري في واحد السكه على صواب لكي يستمر المسيره ديالو بكل روح رياضيه، وما نخليوش تغرى لاي واحد يطعن في النادي القنيطري، لان اليوم النادي القنيطري اي شخص من القنيطره او خارج من القنيطره ممكن يتخذ المبادره ويطعن ويفشل كل ما زكته السلطه والشبيبه والرياضه والجامعه. فالرجاء من الناس يفهموا وضعيه النادي القنيطري الجمهور، والصحافه راه ادرى من كل شيء، وحتى السلطات عندها يديها طويله باش تعالج اي موضوع غير قانوني باش النادي القنيطري يمشي بكل الاكسجين ديالو بالروح الرياضيه ديالو القوه ديالو عن صواب. ولا ما كانش هاد الاتفاق راه النادي القنيطري غادي ضد حيط. وكنتمنى على اسرع وقت الجهات المسؤوله تاخذ المبادره وتحطنا في طاوله ونلقاو الحل لصالح النادي القنيطري. رانا كنقولها وكنعاود ناكدها، ما متمسك لا برئاسه ولا بتا شي حاجه، متمسك الا بالقانون لهذا النادي هذا العريق. والكره المغربيه عموما تعاني، الا كنشوفوا هذا الفشل ديال الكره المغربيه عن في اللي وقع في لاكوب دافريك واللي مازال غادي يزيد يوقع، راه سببه هاد الثغرات هادي الغير قانونيه، لان ملي كنوصلوا للصح كنلقاو كل شيء فاشل. فاقولها ثم كنعاود هاد الرؤيه ديالي راه تكون اكبر جنرال في لوموند الا كان الجيش ديالك فاشل ولا كنتي في طريقه غير قانونيه، راه ما يمكنلكش توصل السفينه للبر. فلهذا ارجوكم ثم ارجوكم الصبر، اسبوع ديال الشغل ليلا ونهارا لنلقاو الصيغه القانونيه اللي نخرجوا هذا النادي هذا من هذه الورطه وننتخبوا رئيس جديد ولا كيف ما كان. ما عندي حتى شي مانع، انا ماشي متمسك بالرئاسه اكثر من متمسك بالطريق القانونيه الرياضيه للنادي القنيطري. والسلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله هذه الرساله هذه يفهموها الناس لصالح النادي القنيطري ماشي لصالح عبد ربه او اي شخص ثاني، لان النادي القنيطري اقوى بالنسبه لنا واحب من كل شيء واول من كل شيء في طريق القانون. والسلام عليكم.